يتجاوز عدد الموظفين في القطاع العام التابع لحكومة النظام السوري نحو 1,200,000، يقابلهم أكثر من 555,000 متقاعد. ويبلغ متوسط رواتب الموظفين الحكوميين 100,000 ليرة، وهو لا يغطي سوى 25% فقط من مصاريف أسرة متوسطة العدد. ويتم تصنيف العاملين في هذا القطاع إلى فئتين: العاملون في وظائف إدارية موجهة مثل الصحة والتعليم والتربية والمجالس، ويشكلون ما تتجاوز نسبته 57% من قوى القطاع العام، وموظفو المؤسسات العامة وعمال الدولة في صناعات القطاع الإنتاجي مثل الصناعات الاستخراجية والتصنيع وغيرها، وبلغ عددهم عام 2018 حوالي 700,000 موظف بحسب تقارير المنظمات الأممية. وكغيره من القطاعات، تضرر القطاع العام بشدة جراء الحرب وتبعاتها الأمنية والاقتصادية، ولم تفلح زيادات الرواتب والمنح في انتشال العاملين فيه من الأزمات المعيشية، حيث بقي التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية يضغطان على راتب الموظف الحكومي. كل ذلك أدى إلى موجات متلاحقة من الاستقالات الجماعية من القطاع العام، وأسهم في انتشار الفساد وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن أو ارتفاع رسومها بحسب العديد من التقارير الاقتصادية المتخصصة.